ملكة جمال ماشية على الأرض، التزام وأدب وحشمة ملهاش زي، وده كله مش بسيطها أكتر ما بسيطها جوازها من رجل عربي. حكاية بنات تاترستان واللي سعداء كده بجوازهم من العرب، كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في الفترة الأخيرة انتشرت أقاويل كتير عن بنات تاترستان وجوازهم من العرب خصوصاً المصريين. الحكاية دي مش موجودة أو مش مجرد كلام على الفاضي، لأن في فعلاً أدلة وأحداث بتثبت أن البنات دي بتحب المصريين جداً. في الفيديو اللي شفناه في الأول، بنت جميلة جداً من تاترستان كانت فرحانة بجوازها من شاب عربي. السعادة كانت باينة على عينيها رغم جمالها اللي ممكن ما تلاقيهوش زي في أي مكان تاني في العالم. لكن في نفس الوقت في ناس بتقول أن الموضوع مش زي ما الناس فاكرة، وأن اللي خلى الناس تروح هناك وتكتشف في الحقيقة بنفسها هو كتر الكلام عن الموضوع. من هنا قرر اليوتيوبر المعروف طاهر مسافر انه سافر لتاترستان ويشوف بعينه ايه الحكاية. طاهر راح تاترستان وقابل بنات كتير هناك وسألهم مباشرة، ايه يا بنات بجد انتم مستنيين المصريين علشان تتجوزوهم ومهركم فعلا ببلاش؟ الرد كان صادق وحقيقي في نفس الوقت، البنات هناك فعلا مهرهم مش غالي خالص، ودي حاجة معروفة عندهم، يعني الواحدة منهم ممكن تتجوز بخاتم وبس، مش شرط يكون ذهب عادي لو فض. كمان المفاجأة كانت ان مصاريف الخطوبة والاحتفالات بتبقى على اهل العروسة مش العريس، كل ده علشان ميضغطوش على العريس وما يحملوش اكتر من طاقته. يعني من الاخر البنات دي مش بتدور على اللي هيكلف العريس كتير، بل العكس بيخافوا على راحته. لكن فين المشكلة؟ المشكلة ان في ناس بتعتقد ان البنات دي سهلة في الارتباط بالمصريين والعرب، وده مفهوم خاطئ تمام. البنات في تاترستان زيهم زي اي بنات في الدنيا، عندهم اختياراتهم وشروطهم في الجواز. يعني لو بنت عجبها حد من بلدها او من بره البلد، ده بيرجع ليها ولعيلتها. مفيش حاجة اسمها انهم قاعدين مستنيين شباب مصر او الشباب العربي علشان يرتبطوا بيهم. وفي ست من هناك قالت ان من حوالي 10 سنين كان في جوازات كتير بين بنات تاترستان ومصريين وعرب، بس للاسف الموضوع ما كانش نهايته سعيدة. الشباب اللي اتجوزوا من هناك ورجعوا بلادهم بعد انتهاء فترة الدراسة سابوا البنات دول من غير اي حاجة، وده اللي خلى الناس هناك بقوا اكتر حذر في الجواز من المصريين والعرب بعد كده. حاجة مهمة لازم نفهمها، البنات هناك عندهم كرامة وبيخافوا على سمعتهم وسمعة بلدهم، وعلشان مهرهم قليل يبقى هم رخصين او متساهلين في الجواز من الاجانب. بالعكس ده جزء من ثقافتهم وعاداتهم انهم مش عاوزين يتقلوا على عريس، بيعتبروا ان الحب والاحترام اكتر واهم بكتير من الامور المادية. وفي نفس الوقت مش معنى ان في البعض الجوازات حصلت بين مصريين وبنات من تاترستان ان ده بقى حاجه سهله او متاحه للكل. زي ما قلنا في تجارب سيئه حصلت خلت البنات واهليهم يبقوا اكتر حذر في اختيارهم لشريك حياتهم، خصوصا لما يكون من مصر او من المنطقه بتاعتنا. في النهايه الحكايه ان بنات تاترستان فعلا جمال ومهذبين وبيحبوا الجواز من العرب والمصريين، لكن الموضوع مش زي ما الناس فاكره، هم زيهم زي اي بنات في العالم، عندهم شروطهم واختياراتهم.